أعزائنا المشاهدين، بمناسبة العيد 31 لتأسيس محطة تيلا لومير، والذكرى 20 لتأسيس فضائية نورسات، وذكرى إطلاق مجموعة فضائياتها، وتزامناً مع الاحتفالات بعيد العنصرة والعيد 9 لتكريس لبنان والشرق إلى قلب مريم الطاهر، يتقدم مكتب فضائية نورسات في الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين، ممثلاً بمديرته الإقليمية الدكتورة باسمة السمعان وفريق العمل، بخالص التهنئة وصادق التبريك، سائلين الله القدير أن تعاد هذه الذكرى وقد تحقق السلام في ربوع الوطن العربي والعالم أجمع، مع تمنياتنا لكافة العاملين في هذه القنوات دوام التقدم والتوفيق. والبداية مع العناوين. البابا فرانسيس: السبحة الوردية هي سلاح قوي ضد الشر. الأردنيون يحيون الذكرى 75 لعيد استقلالهم. مجلس رؤساء الكنائس في الأردن يدعو إلى وقف الاعتداءات على الفلسطينيين. أجراس الكنائس في المملكة تتضامن مع أهالي الأراضي المقدسة. كنيسة العذراء الناصرية للاتين الصوفية ضمن حلقات كنيستي. وفيها أيضاً: الإيمان بين الوحي الإلهي والعقل البشري، عنوان حلقة جديدة من برنامج صباحكم نور. أهلاً بكم. في إطار تعليمه المسيحي الأسبوعي وكعادته كل أسبوع، رحب قداسة البابا فرانسيس في لقائه بالمؤمنين القادمين من كل أرجاء العالم المتواجدين في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان، وشدد قداسته على أهمية التركيز في صلاتنا، وأن كل لحظات حياتنا ثمينة ويجب أن لا تضيع في التشتت، كما لفت قداسته إلى أن السبحة الوردية هي سلاح قوي ضد الشر ووسيلة فعالة للحصول على سلام حقيقي في قلوبنا، وأضاف: أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية تعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير مفعم بامتنانهم البنوي. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معاً صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضاً، وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثاً والمرضى والمتألمين، وسيبارك كذلك المسابحة والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تكلم قداسة البابا على بعض التجارب التي يمكن أن نعيشها في الصلاة، وهي التشتت والجفاف والكسل الروحي. قال قداسته: التجربة الأولى هي التشتت في الصلاة. أمام التشتت نحتاج أن نبقى في تركيز وأن نحافظ على فضيلة السهر حتى لا نتشتت في السعي وراء ما لا يهم. كل لحظات حياتنا ثمينة ويجب ألا تضيع في التشتت. التجربة الثانية هي الجفاف في الصلاة، عندما يكون قلبنا غير ميال إلى شيء ولا يتذوق الأفكار والذكريات والعواطف حتى الروحية. هذا زمن صعب مر به كل القديسين. التجربة الثالثة ضد الصلاة والحياة المسيحية هي الكسل الروحي، وهو شكل من أشكال الإرهاق النفسي، سببه التراخي في أعمال الزهد والضعف في السهر وإهمال القلب. الكسل الروحي هو إحدى الخطايا السبع الرئيسية، ويمكن أن يؤدي إلى موت النفس. وقال قداسته: كيف نعمل إذن فيما يحدث لنا من تقلب بين حماس وإحباط في الصلاة؟ يجب أن نتعلم أن نسير دائماً. التقدم الحقيقي في الحياة الروحية لا يقوم في كثرة الانخطافات الروحية، بل في القدرة على المثابرة في الأوقات الصعبة. يجب أن نتعلم أن نقول للرب: يا إلهي، حتى لو بدا لي أنك تفعل كل شيء لتجعلني أتوقف عن الإيمان بك، فأنا سأستمر في الصلاة إليك. المؤمن
لا يتوقف عن الصلاة أبدا، لأنه يعلم أن الله سيستجيب له يوما ما. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saluto i fedeli di lingua araba. Nel mese di maggio, mese dedicato alla Madonna, si recita il Santo Rosario, compendio di tutta la storia della nostra salvezza. Il Santo Rosario è un'arma potente contro il male, è un mezzo efficace per ottenere la vera pace nei nostri cuori. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. أحيي المؤمنين الناطقين باللغة العربية. في شهر أيار مايو، الشهر المكرس للسيدة العذراء، تتلى السبحة الوردية المقدسة، وهي خلاصة وافية لتاريخ خلاصنا بأكمله. إن السبحة الوردية هي سلاح قوي ضد الشر، ووسيلة فعالة للحصول على سلام حقيقي في قلوبنا. بارككم الرب جميعا وحماكم دائما من كل شر. وجه قداسة البابا فرانسيس نداء إنسانيا في ظل ما يحصل في الأرض المقدسة، وخاصة في غزة من صراع بالسلاح والعنف والموت. وقال قداسته: علينا أن ننفتح إلى الحوار فورا، داعيا إلى وقف كل أعمال السلاح المبنية على الكراهية وروح الانتقام. وأوضح قداسته أن السلام يجب أن يبنى على الاحترام وعلى الحوار الذي وحده سيقود إلى الحل الذي نريده في الأرض المقدسة، حتى يكون الجميع بناة سلام وعدالة يفضي بالنهاية إلى العيش المشترك. وكان البابا فرانسيس طالب في وقت سابق الأطراف المتنازعة بالبحث عن حلول من أجل احترام الهوية متعددة الثقافات للمدينة المقدسة. أكد جلالة الملك عبد الله الثاني أنه لا توجد دولة بعد فلسطين تدعم وتقف إلى جانب الشعب الفلسطيني أكثر من الأردن. ولفت جلالته خلال لقائه رئيس مجلس النواب وعدداً من رؤساء اللجان إلى جهود الأردن المستمرة بتزويد الأشقاء الفلسطينيين بما يحتاجونه على المستويين الطبي والإغاثي، وتعزيز قدرات المستشفى الميداني الأردني في غزة ومستشفى المقاصد الخيرية في القدس وجميع المحطات العلاجية في الضفة الغربية. بدوره أكد رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات أن هناك إجماعا عربيا ودوليا على الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وهو تأكيد على دور الأردن الفاعل بقيادة جلالته في حماية المقدسات. وفي ذات السياق أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي أن موضوع القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية هي أولوية قصوى بالنسبة للأردن، وأن جلالة الملك هو الوصي على هذه المقدسات، حيث يوظف كل إمكانيات الدولة من أجل الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة المقدسة، والحفاظ أيضاً على الهوية العربية الإسلامية والمسيحية فيها. تصادف يوم الثلاثاء المقبل الذكرى 75 لاستقلال المملكة، حيث يستذكر الأردنيون هذه المناسبة التي أرست دعائم الدولة الأردنية الحديثة عبر مسيرة مفعمة بالعمل الجاد والكفاح الموصول للشعب الأردني وقيادته العربية الهاشمية. وبهذه الذكرى الغالية يتقدم مكتب فضائية نورسات في الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين ممثلاً بمديرته الدكتورة باسمة السمعان وفريق العمل بأسماء آيات التهاني والتبريك لجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وولي عهده سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني وعموم الأسرة الأردنية الواحدة، راجين الله أن يديم على بلدنا نعمة الأمن والسلام والاستقرار، وأن يجنب البشرية جمعاء هذا الوباء الناتج عن انتشار فيروس كورونا. إزاء ما تتعرض له المدينة المقدسة من اعتداءات من قبل قوات الاحتلال، ناشد مجلس رؤساء الكنائس في الأردن في بيان صادر العالم المسيحي بأسره والمجتمع الدولي وكل أصحاب الضمائر الحية للتدخل من أجل وقف هذه الاعتداءات على المواطنين في القدس الشرقية. وعبر المجلس عن تأييده لما يقوم به جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين
صاحب الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، لكل مواقفه الثابتة والمشرفة انتصاراً للحق والعدل والسلام في فلسطين وخاصة مدينة القدس، التي بذل الهاشميون كل غال ونفيس في سبيل الحفاظ على هويتها الأصيلة لتبقى أرض المحبة والصلاة والتلاقي بين جميع أتباع الديانات السماوية. هنأ مجلس رؤساء الكنائس في الأردن سيادة الأسقف حسام نعوم رئيس الأساقفة الجديد للكنيسة الإنجليكانية الأسقفية في القدس، وذلك بمناسبة توليه الرئاسة الأسقفية واستلامه عصا الرعاية في المدينة المقدسة. جاء ذلك في لقاء جمع رؤساء وممثلي الكنائس في الأردن في دار مطرانية الروم الأرثوذكس بعمان. وفي كلمة ترحيبية لسيادة المطران خريستوفوروس عطلة مطران الأردني للروم الأرثوذكس، عبر فيها عن فرحه الكبير لتولي الأسقف حسام نعوم منصبه الجديد. من جهته أعرب سيادة الأسقف الجديد عن شكره الجزيل لحسن الاستقبال، مؤكدا أن الكنيسة هي بمثابة الجسد الواحد، وعلينا جميعا التعاون في خدمة أبنائنا المؤمنين والحفاظ على الوجود المسيحي في بلادنا المقدسة. العناية الإلهية هي جابتك بهاي المرحلة حتى نقدر أنه كلنا مع بعضنا البعض كجسم واحد، إن نقدر نواجه كل المصاعب اللي عمالها بتواجهنا في هاي الظروف الصعبة، ومن خلال وحدتنا اللي هي بتعزز وبتثبت الوجود المسيحي نقدر إنه نقوم برسالتنا الروحية اللي تعطي أمل لبلادنا المقدسة ولأبنائنا ولأبناء مجتمعاتنا من جهة، ومن جهة تانية تقدر تثبت وتدعم استمرارية وجودنا المسيحي اللي هو مهم في هاي البلاد المقدسة، زي ما جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني بن حسين المعظم دائما بيأكد على الوجود المسيحي في الأماكن المقدسة وفي الأردن وفي بلادنا كلها المقدسة كوصي للأماكن المقدسة. فهذا كله هو اللي بعطينا مسؤولية، بحملنا مسؤولية حتى نقدر نحن كمان ملتفين حول قيادته، ونحن مع بعضنا البعض ككنائس حتى نقوم بدورنا اللي واجب علينا في هاي المرحلة. وطبعا أنا كمان بحب بس أثني على اللي حكيته سيدنا، قديش هالقد مهم تحت القيادة الهاشمية الحكيمة جلالة الملك عبد الله الثاني، وإحنا فعلا محظوظين بالقدس إنه تكون الوصاية الهاشمية على المقدسات المسيحية والإسلامية. هذا بعطينا أمان مش بس سياسي، ولكن نحكي عن استقرار روحي، استقرار ديني، اللي بنعرف إنه في ظهر إحنا منشد حالنا فيه. فبنشكر الله على محبة الأردن، على محبة العائلة الهاشمية، وكمان على محبة إخوتنا رؤساء الكنائس والممثلين رؤساء الكنائس في الأردن، اللي هي كمان مرة بنرجع بنحكي إحنا بنحكي على جسم واحد. فمحبتنا لسيدنا ثيوفيلوس، لسيدنا بير باتيستا والبطاركي ورؤساء الكنائس، اللي احنا بجسم واحد نشتغل مع بعض ونخدم مع بعض من اجل الحضور المسيحي. فانا بشكركم شكر قلبي لاستقبالكم اليوم لنا، الي ولاخوتي زملاء الرعاة، وعلى دائما احنا يعني ما اختبرنا الا كل هاي المحبه اللي فعلا بتفرجي لحمتنا مع بعض، اتحادنا مع بعض، ورسالتنا الواحدة اللي هي رسالة السلام والمحبة لكل الناس. كما أقيم قداس شكرا وحفل استقبال في كنيسة الرعية في جبل عمان، كنيسة الفادي الإنجيلية الأسقفية العربية، حضره عدد من رؤساء الكنائس وكهنة الرعاية وجمع من الأصدقاء وأبناء الرعية. المسيح قام، حقا قام، ونحن شهود لذلك. أنا لقد مبسوط اليوم أن أكون في الأردن الحبيب، أكون وسط أهلي وأحبائي وناسي اللي أنا بعتز فيهم ومحبتهم ودعمهم الدائم. الواحد لما بيجي على الأردن زي ما حكيت اليوم الصبح هو بصير يتنفس برئتين بدل ما يكون يتنفس برئة واحدة. القدس وعمان هم رئتين لجسم واحد، وأنا هالقد مبسوط أني قدرت أجي اليوم بعد غياب أكثر من سنة بسبب الجائحة حتى نكون مع رعيانا مع مؤسساتنا. وفي هالزيارة اللي هي أول زيارة إلي بعد التنصيب اللي صار يوم الخميس الماضي في عيد الصعود بحسب التقويم الغربي، والتنصيب صار في احتفال كان متواضع بعد الشيء بسبب الأوضاع الأمنية كمان إضافة لجائحة كورونا.
بنفس الوقت أنا اليوم جيت بعد التنصيب مباشرة حتى أكون زي ما حكيت وسط أهلي. الصبح كنا في زيارة كمان مباركة عند سيدنا خريستوفوروس بمطرنية الروم الأرثوذكس مع رؤساء الكنائس وممثلين الكنائس في الأردن الحبيب. واليوم المساء عملنا خدمة شكر بمناسبة التنصيب وأول زيارة رعوية إلي، وإن شاء الله أنا بتطلع كمان للمستقبل القريب حتى أجي في زيارة رسمية للقائي مع جلالة الملك ومع الرسميين في المملكة، حتى إحنا كمان نتبارك بهالأرض المقدسة ونجيب بركة القدس معنا. وإحنا كمان مرة منحب عن جد نثمن من كل القلب الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، على دعم جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه للحضور المسيحي في مش بس بالأردن. إحنا نعرف إنه الملك بدافع عن كل الحريات وعن كل الأشخاص في المشرق الجريح. وكمان مرة من القدس سلام لعمان، المسيح قام حقا قام، وربنا يبارككم ويكون معكم. قرعت أجراس الكنائس في مختلف محافظات المملكة تضامناً مع أهالي الأراضي المقدسة، كما رفعت الصلاة من أجل أن يحمي الرب الإله أهل فلسطين من كل شر، ويرحم جميع الشهداء ويمنح نعمة الشفاء لجميع الجرحى والمصابين. كما رفعت الصلاة من أجل أن يبارك الله القدير مساعي وجهود جلالة الملك عبد الله الثاني الوصي الهاشمي على المقدسات الإسلامية والمسيحية من أجل تحقيق السلام العادل في الأراضي المقدسة، ويمنحه النعمة والحكمة والمشورة الصالحة لما فيه خير الأمة. أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام صخر دودين أن الوقفات الاحتجاجية التي نفذها الأردنيون في العاصمة عمان والمحافظات الأردنية تعبر عن موقفهم الثابت والداعم للأشقاء الفلسطينيين رغم الظروف الوبائية الدقيقة التي نمر بها، لافتا إلى أن الأردنيين يتوحدون جميعا خلف قيادتهم الهاشمية الرشيدة التي تحمل على عاتقها شرف الوصاية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. اكتسب بئر السيدة العذراء في بيت ساحور في الأراضي المقدسة أهمية خاصة بسبب الأعجيب التي صاحبته مع مرور الزمن وظهورات أمنا العذراء بنفس المكان وشفائها للعديد من المرضى. وعرفانا وتقديرا لسيدة الرعاة، قام أهالي مدينة بيت ساحور بترميم كنيسة البئر وتوسيعها لاستيعاب أكبر عدد من المصلين. تفاصيل أوفى حول هذا البئر في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوة. للأراضي المقدسة والمناطق المحيطة بها قداسة شامخة في العالم، ومن هذا المكان المقدس في مدينة الرعوات يقع بئر السيدة العذراء المعروف ببير السيدة، والذي يأتي في موقعه وسط البلد في بيت ساحور التي تحتل مكانة مركزية في حياة سكانها. ففي هذا المكان المقدس ظهرت أمنا مريم العذراء مرات عديدة، وهذه الظهورات تقدم لنا أمنا مريم رسائل هامة وإشارة واضحة لنا من أجل المحافظة على الأماكن المقدسة واحترامها، فكانت الظهورات لجميع الرعايا والأديان. كما ويروي لنا الأب صابخير كاهن رعية الروم الأرثوذكس في بيت ساحور قصة تسمية هذا المكان ببئر السيدة. نسبة لبئر السيدة العذراء، هذا البئر كان على زمن صار على زمن الرومان، بئر روماني. هذا الموجود البئر في بيت ساحور، كان بيت ساحور كانوا عايشين يشربوا من هذا البئر، كانوا أقل في منطقة في هذه في أرض الرعاة، فكانوا يجوا يشربهم ومواشيهم وغنمهم كانوا يجوا يشربوا من هذا البئر. حتى الرعاة الذين تبشروا بمجيء المسيح هم وغنمهم كانوا يجي يشربوا من هذا البئر. فهذا البئر كان على زمن الرومان، فبعد ميلاد السيد المسيح لما أجا الملك هيرودس لما قام بده يقتل الأطفال حتى يعرف وين يسوع، حتى إنه يقتل يسوع المسيح، فأجا ملك الرب ليوسف قال له يا يوسف قم وخذ الصبي وأمه واهرب إلى مصر.
فأجوا الطريق هذه وأجوا على البئر وشرب العذراء مريم والطفل شربوا من هذا البئر. نعم، وتم مشوارهم إلى مصر. فهذا من هذاك الوقت لغاية الآن، وكان أكثر الناس عايشين من هذا البئر. لما العذراء مريم شربت من هذا البئر صار يحدث فيه عجائب، حتى يقال إنه في إحدى النساء أتت لكي تشرب تأخذ ماء من هذا البئر، فظهرت لها العذراء وما بتعرف إن هذا العذراء، فطلبت منها العذراء إنه أسكيني أعطيني أشرب. قالت لها أنا مستعجلة وما بقدر، فطلبت من الماء أن يطلع إلى الخارج وفاض البئر وشربت العذراء من البئر. فمن هذاك الوقت بئر السيدة العذراء لن ينقص بتاتا، لن ينقص، تطلع المي من الأرض وبيشربوا منه لغاية الآن. جميع من يجي يزوروا هذا المقام المقدس كانوا يأخذوا ويشربوا من هذا البئر. تم إنجاز وتدبير تصليح بهذا البئر، فكان أحد من بيت سحور شخصيات بارزة في بيت سحور، وكان الله يرحمه رحمة نيكولا أبو عيطة، كان رئيس بلدية بيت سحور، وكان بعمل ترميم لهذا البئر وكنيسة بسيطة متواضعة للكل، يجي كل الطوائف الروم واللاتين والكاثوليك يجي يصلوا في هذه الكنيسة. فصار الناس يجوا بكثرة، فعملنا كل الكنائس يجوا يصلوا في هذه الكنيسة أسبوعيا، يصير ثلاث قداديس في هذا المقام. فقامت أيضا البلدية مع الرعية في بيت سحور كل الطوائف بتكبير هذا المقام شوي يكون أكبر، ففعلا صار أكبر شوي مثل ما الكل يشوفوه، وصار الناس يجوا ويصلوا في الكنيسة. كانت تظهر كثير العذراء مريم تظهر على هذا المقام. في مرة قبل حوالي بديش أقول أكثر عن بحدود 35-40 سنة، هذا على زمني أنا وأنا كاهن، في نهار عيد العذراء كان الناس صلوا بالكنيسة للأباء الأجداد، فأجوا إلى الكنيسة هذه حتى إنه ضو شمع قدام العذراء مريم في بئر السيدة، وإلا عند دخولهم وإلا صورت أو قونة العذراء مريم داخل البير على وجه المي، كتم مثال بير العذراء بثوب أبيض. فأجوا الناس وشافوها، وأنا من اللي جيت وشفتها، وكانت ذهبت لجوة داخل البير وحفر مكان الصخر حسب الشخص اللي كان موجود على وجه المي، وهي تمثال العذراء وهي حاملة الطفل ويوسف عند هروبهم. فكان ظهر على الصخر صورة الهروب من العذراء مريم ويوسف والطفل على المبحور بالصخر، وأجوا جميع من أقطار العالم كلها أجوا وشاهدوا هذا الحدث العظيم. ولغاية الآن بئر السيدة العذراء مقدس، وبيجوا من جميع أقطار العالم بيجوا يزوروا هذا المقام، ونشكر الله إنه الماء الحين موجودة الكل بيشرب منها، وبيجينا سواح على هذا المقام وبيشوفوا فعلا هذه أعجوبة. ولأول كنيسة في العالم بكدسوا فيها ثلاث طوائف، ما يدل على اتحاد المسيحية الموجودين في بيت سحور، الروم الأرثوذكس والروم الكاثوليك واللاتين، بيجوا وبيستعملوا قداديس في هذه الكنيسة، لأن هذه الكنيسة مش للروم ولا للاتين ولا للكاثوليك، هذه لكل الكنائس الموجودة في بيت سحور. الإيمان بستنا مريم العذراء مريم، كثير ناس بيؤمنوا مش بس مسيحي، إسلام ومسيحية عندهم إنه العذراء مريم هي أم السيدة يسوع المسيح، فبيجوا يكون عندهم مشكلة أو مرض فبتيجوا بضو شمع عن فداء عن أولادهم، إنه بتطلب إنه العذراء مريم تشفي أبنائهم من المرض، وعشان صلاتهم بتكون يعني بحرارة بإيمان تتقبل هذه الصلاة، وبإرادة الله بيشفى ابنهم أو بنتهم أو عندهم أي مشكلة من دعوات العذراء مريم. بهذه المناسبة أقدم كل الشكر والتقدير إلى تلفزيون نورسات الأردن، وهذا حنا بنتشرف فيه
أنا اللي مسؤولة عن الكنيسة، بفتحها كل يوم الصبح ولحد الظهر، وبعد الظهر كمان بيجي زوار كتير يزوروها من جميع الطوائف. الكنيسة هاي تابعة لكل الطوائف وبصير فيها صلوات، ونشكر الله يعني إلها عجائب كثيرة للعذراء. الحمد لله إلها عجائب كثير مع إسلام ومع مسيحية، والحمد لله يعني فيش حدا بيجي بطلب أي إشي من العذراء، والكنيسة بنول طلبه. ومن خلال ظهوراتها فهي ترشد العالم وتدعوهم إلى الصلاة والإيمان، وهي تقول للعالم أجمع: أنا معكم في هذه الصعوبات والشدائد التي تحيط بكم. أصبح هذا البئر روح المدينة وقلبها النابض وضميرها الحي ومكاناً يجمع أهلها. فالعذراء مريم هي أم الكنيسة التي ستبقى شعلة نور للعالم. للنورسات مارلين الحدوة من بئر السيدة العذراء بيت سحور. ثمنت منظمة التعاون الإسلامي جهود الأردني في الدفاع عن المدينة المقدسة ودعم صمود أهلها. وأكدت المنظمة أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس ودورها في حماية هذه المقدسات والوضع القانوني والتاريخي القائم فيها، مشددة على أن إدارة أوقاف القدس الأردنية هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة. أقيم في حراسة الأراضي المقدسة احتفال كبير تم خلاله رسامة 12 شماساً جديداً في كنيسة دير المخلص في القدس. تخلل الاحتفال قداس إلهي ترأسه صاحب الغبطة بيير باتيستا باتسبالا بطريرك القدس اللاتين بمشاركة عدد من الأباء الكهنة. وفي عظته قال غبطته: تضيف الشماسية إلى نذوركم بعداً إضافياً، فبنيلكم للدرجة الكهنوتية الأولى مدعوون لاعتناق تلك المحبة التي أنعشت قلب المسيح خلال حياته الأرضية، وأن تكونوا وجه محبته المنظور بين البشر وفي الكنيسة. كنيسة العذراء الناصرية للاتين في الصوفية بعمان تعد من الكنائس الكبرى في المملكة بمبناها اللافت لكل من يزورها أو يمر من جانبها، وهي بموقعها تتوسط بيوت الرعية الساكنين من حولها. عدست نورسات وضمن سلسلة حلقات كنيستي زارت الكنيسة والتقت كاهنها الأب أنطوني هريمات وعدت التقرير التالي. يا كنيسة يا مجيدة، أنت هي بيت الله. فرحت بالقائلين إلى بيت الرب نذهب، ففي بيته نلقى الراحة والسكينة والسلام والأمان، وفيه نرفع صلاتنا وابتهالنا للقائم من بين الأموات أن يقيم فينا فيض نعمه السماوية. فما أعوزنا وأحوجنا لمسكن العلي حيث الملائكة. في جولتنا لهذا الأسبوع نلتقي معكم أعزائنا في كنيسة بهية ومميزة لها مكانة مقدسة لدى قلوب الكثير من المؤمنين. إنها كنيسة العذراء الناصرية للاتين الواقعة في منطقة الصويفية بعمان منذ عام 1983. عدسة نورسات مكتب الأردن زارت الكنيسة والتقت بكاهن رعيتها الأب أنطوني هريمات، وقبل أن يحدثنا عن تاريخ ونشأة الكنيسة تضرع لله العلي القدير أن تكون العذراء مريم الأم الحنونة لكل مؤمن، والتي هي هدية الصليب لكل محبيها. الأب أنطوني هريمات انتقل إلى الكنيسة عام 2013، واستطاع بفعل محبته لرعيته أن يزرع حب الله والعذراء في قلوب الكبار والصغار وحب الصلاة في الكنيسة بالسبحة الوردية. وقال: إحنا هون زي ما تعرفوا في الكنيسة العذراء الناصرية، شوف ما أجمل من الاسم العذراء الناصرية.
هاي الكنيسة تأسست انبنت سنة 1983. المرحوم العادل قبعين هو وزوجته الله يطول عمرها السيدة وداد قبعين هم اللي بنوا هاي الكنيسة، وقبر المرحوم عادل قبعين موجود تحت الهيكل خلف أبونا. القبر موجود من على صور الكنيسة من الخلف. هاي الكنيسة لما انبنت ما كان في ناس كثير حواليها، وعشان هيك هي كبيرة بس مش كبيرة بما فيه الكفاية إنه تضم كل الناس الموجودين فيها. حاليا في حوالي 1700 عائلة مسيحية حوالينا، والمنطقة شاسعة جدا اللي بتضمها رعية العذراء الناصرية. هي الكنيسة هي كنيسة حية، كنيسة حية معناه إنه الناس مليانة بتكون في الكنيسة. يوم الأحد ولا يوم السبت بالقديس بتكون الكنيسة على الأطراف كلياتها مليانة ناس من اللي واقفين بدهم يسمعوا كلمة ربنا. هاي الكنيسة اللي بتضم فيها فعاليات كبيرة مثل مجلس الرعية، مجلس الرعية من الإسلام اللي بحاولوا يكونوا السند والإيد اليمنى للكاهن الرعية حتى يقودوا هاي الرعية. في الشبيبة اللي هي جدا فعالة، الكشاف اللي وجوده الكبير، فرقة الترتيل اللي هو وجودها في كل القداديس. فأستغل المناسبة حتى أشكر جميع الفعاليات. أوكي، وما بنسى الأخويات المريمية اللي موجودة عندنا في الكنيسة، اللي اجتماعاتها الأسبوعية. فإذا من ناحية حياة روحية في هالكنيسة الإشي بيرفع الرأس بالفعل، بتشعر إنه ناس أسرة واحدة عائلة واحدة بتعيش تحت سقف اسمه الكنيسة، كنيسة العذراء الناصرية. وبسبب العلاقة المتينة التي ربطت الأب أنطون هريمات مع رعيته التي يصل عددها لنحو 1700 عائلة، تمكنا من تفعيل الكثير من الأنشطة الرعوية وإقامة الملاحق اللازمة في الكنيسة، والأهم من ذلك ترسيخ فكرة زيارة المرضى في بيوتهم. وقال: هاي الكنيسة من لما أنا أجيت فيها هون سنة 2013 حاولت إنه أزرع حب العذراء في الكنيسة. بذكر أول وعظة حكيت لهم أنا بدي أعمل كل جهدي إني أسيج الكنيسة بالسبحة الوردية، بدي أسيج الرعية بالسبحة الوردية. وهذا اللي احنا نفتخر فيه، ان رعيتنا رعية العذراء الناصرية بتحب العذراء وبتصلي سبحة الوردية. نشاطات كثيرة عملناها في هاي الرعية، بما في اول جمعة من الشهر الكنيسة بتكون خارج الكنيسة الناس. وبالفعل تعرف اي ساعة بعملها 8:30 الصبح. ليه؟ لانه إذا إشي محرز مفروض أنت تتعب تضحي في سبيله، وعشان هيك كان بإمكاني أعمله الساعة 11 يعني بعد ما يخلصوا شغلهم والسوق تاعهم وهلوا مجرة. لا لا لا، إحنا عندنا الأولوية نحط ربنا، وطالما بوعدنا بإشي كبير محرز إنه نفيق ونضحي من الصبح ونيجي عليه. عشان هيك أول جمعة من الشهر دائما مليانة الكنيسة رغم إنها بتكون على 8:30 الصبح. بالواقع بهاي الكنيسة في عنا 58، هلأ بحكي لك 58 بيت اللي منناولهم كل أول جمعة من الشهر. طبعا في الشمامسة اللي بيساعدوني على مناولة المرضى، إنما هي نبدأها بيوم الخميس ويوم الجمعة حتى نناولهم جميعا. وهذا فخر إلنا إنه نحمل القربان الأقدس يسوع المسيح اللي يوم الأيام بده يستقبلنا بنهاية حياتنا، نضع السيد المسيح بين أيادي هدول الناس اللي ما بيقدروا يجوا على الكنيسة. كنا بحاجة لغرفة للأطفال حتى الأم ما تنزعج إذا طفلها بكى ولا صرخ ولا هالمجرة، وحتى الناس تانيين ما يتضايقوا. فعملت غرفة للأطفال، أوكي، بنيتها هون. بنيت مزار لمار شربل لأنه كتير رعيتنا بتحب مار شربل، فقلت ليش ما أعمل مزار لمار شربل. وياما اللي بيجوا على مزار العذراء بروح على مزار مار شربل. وعملت مقام لبادري بيو اللي هو
من القديسين الكبار اللي بيعملوا عجائب وعجائب وعجائب. وختم الأب هريمات حديثه لنورسات عن أهمية ترسيخ العلاقة بين كاهن الرعية ورعيته، ومقابل هذه الخدمة وعرفان الرعية بالجميل للأب هريمات، وتكريما منها لكل الكهنة الذين مروا عليها لخدمتها. قام أبناء الرعية وعلى نفقتهم وبالتعاون مع الأب أنطون هريمات ببناء بيت خاص للكهنة كبار السن، وأسماه بيت مار أنطون البدواني لرعاية الكهنة عندما يصلوا لسن التقاعد للإقامة فيه، حيث أن الكاهن يكرس كل حياته في خدمة المؤمنين. وما هذه التقدمة إلا تكريما له ولعطائه بأن ينعم بآخر حياته بإقامة مريحة تليق به. وكانت هذه الخطوة الأولى من نوعها في تاريخ البطريركية، حيث اعتاد المؤمنون بأن تبني الكنيسة للشعب، لكن في هذه الرعية الشعب هو الذي يبني. وحاليا أنا عمالي ببني بيت غريب عجيب رح يكون اسمه بيت مار أنطون البدواني لرعاية الكهنة. إيش أصل هاي الفكرة؟ بعد ما خلصت كل ما حوالي اللي لازم أعمله من غرفة أطفال ولا مزارات ولا آل مجرة، اجتني فكرة، حكيت الناس ما بتعرف ايش الخوري. هذا الخوري له قصة، بيشوفوا الخوري اجاهم، يجي خوري جديد عمره 40 50 30 سنة بس ما بيعرفوا ماضيه. هذا الخوري له يوم من الايام على عمر 11 سنة ترك ابوه امه اخوه اخته بلده مدرسته. هذا الخوري لما يصير خوري بيبتدي يتنقل من رعية لرعية. نسمع انه الخوري تنقل من رعية لرعية، يا جماعة مش سهلة هاي القصة. انت اذا بدك تنقل من هذا البيت للبيت الثاني قديش صعب بده يكون. هالخوري بحياته بمسيرة حياته ايش بحاول يعمل؟ بحاول انه يزرع كلمة ربنا، يقربهم لربنا، يجيبهم لربنا، ومين وايل في اثناء ذلك بحاول انه يعمل اشياء. إذا كان عنده الإمكانية يبني كنيسة ولا يعمل مدرسة ولا مستوصف ولا يصلح من هون وهاي، وهيك الناس متعودين على هالخوري. أوكي، لكن هالخوري بآخر المطاف بده يكبر، ولما صار كبير هذا الخوري وين يروح؟ والده والدته ربنا أخذ وداعتهم بيكونوا أكيد، صحيا هو تعبان يمكن. ففكرت في شغلي، قلت ليش ما أعمل شغلي اللي بالبطركية كاملة بتاريخها بالكامل ما انعملت. أوكي، اللي هي بدل ما الخوري يبني لرعيته، خلي الرعية كعرفان جميل تبني إله. وهكذا كان، وأعلنت ب 22/12/2019 إنه هاي الفكرة، إنه بدنا نبني إحنا كعرفان جميل لخوانتنا بيت منسميه بيت مار أنطون البدواني لرعاية الكهنة. أعلنت، سبحان الله، أنا بالنسبة لي هذا البيت هو بيت معجزة. ليه؟ بحياتنا ما طلبنا مصاري، ما كنا نطلب مصاري. وبعد شهرين ثلاثة من بداية المشروع إجت الكورونا، وثلاثة أشهر تسكرت كل الكنائس، ومع هذا كمل المشروع وكمل المشروع، وتقريبا انتهى المشروع اللي بأربعة سبعة احنا رايحين نفتتحه. بهي المناسبة استغل المناسبة حتى اشكر اي انسان ساعدنا لمشروع كبير جدا جدا، هو طابقين وطابق تسوية، يعني ثلاث طوابق، مساحة تتعدى 1600 متر افتكر مربع، ونشكر الله. فبدي أشكر كل إنسان شارك، اللي حط تعريف واللي حط دينار واللي حط 10,000 واللي قال بعيون ربنا اللي بتطلع على فلس الأرملة. بس أنا هاي المناسبة حتى أقول للجميع اللي أنتوا حطيتوا اللي كنتوا تعطوه لأبونا، وأبونا يقول لكم هذا على نيتكم، هذا هو بركة لكم ولولادكم. ألف شكر للجميع، ألف شكر لأبناء رعيتي اللي أنا بحبها وحبيتها وزرتهم كلياتهم وبفتخر فيهم وين ما كنت.
الأب أنطون هريمات لقب بالكاهن المهندس، ليس فحسب في حقل الرب لخدمة النفوس، إنما أيضا في حقل البناء، فحيثما حل كان يترك بصمات له، خاصة في تشييد المزارات المريمية، لكي يكون لائقا لسماع كلمة الله وتكريم قديسيه. وما قام به الأب هريمات في هذه الكنيسة سيبقى شاهدا له مدى الحياة. طبعا بين المزارات عنا، في عنا مزار كثير حلو المتواضع لماري يوسف، في عنا بين المباني اللي بتشوفوها هلأ في عنا القاعة، هاي القاعة اللي تستعمل لنشاطات كبيرة في الرعية، ببدأ فيها إنه بالأعياد نستقبل من رئيس الوزراء للوزراء للناس الكبار، المطرنية تستعملها دائما في استقبالاتها، القاعة كثير حلوة كثير رائعة، تستعمل أيضا لنشاطات الرعية بالأطراح وبالأفراح، تستعمل مثلا في عيد الميلاد حتى يعملوا البازار السنوي لهم، فكثير مفيدة هاي القاعة وياما بتجمع أبناء الرعية. بالنسبة للمرحوم عادل قبعين اللي حكينا إنه قبره موجود في الكنيسة هون، فعشان ذكرى شو عملت؟ عملت بستان كثير حلو عند القبر تاعه، وين القبر مكتوب المرحوم عادل قبعين، كعملية شكر، والناس اللي بتحب تزور وتصلي صلاة صغيرة، لأنه هذا الإنسان أنا بالنسبة إلي إنسان كبير جدا. تصور أكم من ألف وألف وألف إنسان بسبب المرحوم عادل قبعين وزوجته الله يطول بعمرها السيدة وداد قبعين، قديش ناس إجوا نالوا سر الاعتراف، كم من عشرات وعشرات ومئات الآلاف اللي نالوا القربان الأقدس، كم من الناس إجوا ركعوا وسجدوا للقربان الأقدس، فإذا هذا فخر لآل قبعين هاي الكنيسة، وشكر كبير لهاي العائلة اللي استطاعت تنضم مئات ومئات من الآلاف من المسيحيين فيها. هيكل الكنيسة اللي بتشوفوا خلفي هو تم تجديده من متبرع كريم، رفض انه يحكي اسمه، طلب مني ما اذكرش اسمه، فارتقيت اني اعمله على نفس الشكل القديم، اوكي، لكن انما برخام جديد في رخام اسود حتى يبرز، وكبرت الهيكل بحيث انه بامكانك تضع 12 خادم موجود هناك، كليات تعمل تمس طبيبي بالكامل، كل ما بتشوفوه موجود، اوكي، كل اشي موجود هو من أهل هاي الرعية، وما في أي تعريف أي فلس إجا من خارج الرعية، كلياتها من الرعية، عشان هيك الشكر كل الشكر بعد ربنا لأبناء هاي الرعية. كنيسة تكرم السيدة العذراء من خلال مزارها المميز، وأيضا مزارات عدة للقديسين لكي تبقى المكانة الذي يمنح المؤمنين المتعبين والثقيلي الأحمال الأمانة والسلامة والطمأنينة، وليبقى صوت أجراس الكنيسة صادحة في سماء عمان، مرنمة قائلة المجد لله في العلا، وعلى الأرض السلام، وفي الناس المسرة. يا كنيسة أنت أمي ملجأي في كل ضيق، ملجأي في في الحلقة السابقة أعزائنا، كنا قد استضفنا عبر برنامج صباحكم نور المنسنيور بيوس قاشا النائب الأسقفي لأبرشية بغداد للسريان الكاثوليك للحديث عن كتابه النزوح والتهجير في يوميات مركز مار يوسف للمهجرين قصرا، والذي تناول فيه مسيرة المركز ونشأته والعائلات العراقية المهجرة التي أقامت فيه على مدى 3 سنوات بعد التهجير، والمنظمات الإنسانية والأفراد المتبرعين له. كما أشار المونسنيور قاشا في اتصال هاتفي معه إلى تأليفه لكتاب آخر يوثق لزيارة البابا فرانسيس للعراق الشقيق فإلى هناك. هذا الكتاب يتضمن نبذة مختصرة عن المركز، كيف نشأ، كيف صار، شلون صار، شلون صرفنا، بعدين أكو نماذج من مسيرة المركز. نعم. ويوميات مسيرة المركز، منو زارنا، منو جانا، منو أعطانا فلوس، إش قد صرفنا، كل هذه الأشياء الموجودة مع وصولات
مستنسخة بالكتاب لشفافية الحسابات وخاصة في هذا الزمن القاسي. نعم. كم يجب أن يكون الإنسان شفافيا وكم يجب أن يكون مسؤول الكنيسة أكثر شفافية. وموجود في هذا الكتاب الوعدات اللي جتينا والمصروفات اللي صرفناها والتبرعات المادية اللي جتينا، زائدا أسماء العوائل المهجرة اللي كانت ساكنة في الدير، زائدا أسماء العوائل اللي كان الدير يعني المركز مار يوسف يرعاها خلال 3 سنوات. هذا مضمون الكتاب، والكتاب نقدمه هدية لكل منظمة إنسانية ساعدتنا أو لكل سفارة ساعدتنا أو لكل إنسان تبرع لنا أو ساعدنا، وخاصة أبناء رعية مار يوسف الأعزاء الذين بذلوا كل شيء من أجل راحة هؤلاء المهجرين. وخاصة كنا نعيش في زمان غير زمان الذي نحن فيه الآن. نعم. الآن نحن في زمن الحروب الغير المنظورة، لذلك ما أطلبه من رب السماء كما خلصنا من داعش وعاد أبنائنا إلى بيوت في سهل نينوى، هكذا يستتب السلام والأمان في هذا بشفاعة أمنا القديسة مريم في هذا الشعر المريمي. الإيمان بين الوحي الإلهي والعقل البشري هو عنوان حلقة جديدة من برنامج صباحكم نور، الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية من الأب جورج شرايحة، حيث تطرق الأب فرح جزين في إجابته عبر اتصال هاتفي إلى ثمار الإيمان، ومن ثم كيفية إخضاع العقل لسمو الوحي. فإلى هناك أبونا، اليوم موضوعنا غني وعميق، لكن منحاول إحنا نبسطه للمؤمن اللي عم يسمعنا، لأنه فعلا فلسفي لاهوتي أخلاقي ممكن أو حياتي كمان، لأنه عم بيخص الإيمان بين العقل والوحي. فتفضل أبونا. شكرا. على كل حال ما في شك أنه حادثة توما مع السيد المسيح بتساعد الإنسان أن يأخذ الموقف ما بين العقل والإيمان، ما بين العقل اللي هو توما بده يؤمن بواسطة العقل، وما بين السيد المسيح الذي ينادي بالتطويب لكل من يؤمن ولم يرى. فتوما لم يؤمن إلا بعد أن رأى أثار الجراح في يدي المسيح وجنبه. نعم. وبذلك يكون هذا الرسول مثالا لنا في الإيمان ويفهمنا هذه النقاط الثلاثة: أولا، ما هو موضوع الإيمان؟ ثانيا، ما هي شروطه؟ ثالثا، ما هي ثمرة الإيمان؟ حتى إذا ما زدنا إيمانا راسخا بالمسيح القائم من بين الأموات نستحق أن توجه إلينا كلمة المسيح: طوبى للذين يؤمنون ولم يروا. أولا، موضوع الإيمان. ظهر السيد المسيح عشية قيامته لتلاميذه المختبئين خوفا من اليهود وقال لهم: السلام عليكم، وقلدهم سلطان الحل والرب بقوله: من غفرتم له خطاياه تغفر له، ومن أمسكتم عليه الغفران يمسك عليه. وبذلك رد صريح على أولئك الذين يدعون أنهم يعترفون للمسيح مباشرة ولا حاجة للاعتراف أمام الكاهن. وأعتقد لو كان المسيح منظورا على الأرض لهرع هؤلاء الخطأ إلى الكاهن مباشرة للاعتراف عنده، خوفا من نظرات المسيح الفاحصة على مثال اليهود الذين عندما ظهر لهم الرب على جبل سيناء قال لموسى من الخوف: كلمنا أنت ولا يكلمنا الله لئلا نموت. عرف التلاميذ يسوع حق المعرفة بعد أن راهم يديه وجنبه وأثار الجراح ما تزال بادئ عليه، واعترفوا به ابنا لله. فالمسيح القائم من بين الأموات الذي يحمل في جسده أثار الجراح والصلب هو موضوع الإيمان. كل من يؤمن به وهو لا يزال إلى اليوم وإلى مدى الدهور مع كنيسته، وإن كان بشكل غير منظور تحت أشكال الخبز والخمر في القربان المقدس الطال، سأكون معكم كل الأيام إلى منتهى الدهر. ما هي شروط الإيمان؟ أخبر التلاميذ زميلهم توما بقيامة المسيح فلم يصدق، وصرح قائلا: لن أؤمن ما لم أضع يدي في موضع الجراح في يديه وفي جنبه. وبعد 8 أيام ظهر يسوع ثانية للتلاميذ
ونظر إلى توما نظرة العاتب الإثم وقال لتوما: توما هات إصبعك إلى هنا فانظر يدي وهات يدك فضعها في جنبي ولا تكن منكرا بل مؤمنا. لما رأى توما صدق، وكان عليه أن يصدق وعود المسيح لتلاميذه، لأن المسيح قد أثبت وعوده وكلامه بالعجائب والمعجزات، وسمعه يقول: إني لقادر على نقض هيكل الله وبنائه في 3 أيام. كان عليه أن يصدق أقوال إخوته الرسل الذين أكدوا له قيامة المسيح، لكنه لم يؤمن حتى رأى، عندها سجد وقال: ربي وإلهي. كثيرا ما نتشبه نحن بتوما، إذ ننسى تعاليم المسيح في الإنجيل المقدس، وننسى معجزاته، وننسى قيامته، ونطالب على مثال اليهود المزيد من العجائب الفورية حتى نؤمن. فالمؤمن الحقيقي هو الذي يؤمن بالمسيح وبتعاليم المسيح كما جاءت في الإنجيل المقدس، ولا يزعزع إيمانه للأمور التي تمر عليه في حياته مهما كانت صعبة، ولا ما يرى ويشاهد من شكوك في حياة الكنيسة. ومن لم يؤمن بكتاب المسيح لن يؤمن حتى ولو شاهد العجائب، كما قال يسوع في مثل علي عازر والغني: إذا لم يؤمن بموسى والأنبياء، أي بكتب الأنبياء، لن يؤمنوا حتى ولو قام واحد من بين الأموات. فأساس الإيمان إذن هو تصديق لكلام المسيح الذي جاء في الإنجيل المقدس. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. مجلس رؤساء الكنائس يهنئ رئيس الأساقفة الجديد للكنيسة الإنجيليكانية الأسقفية في القدس. أجراس الكنائس في المملكة تتضامن مع أهالي الأرض المقدسة. كنيسة العذراء الناصرية للاتين الصوفية ضمن حلقات كنيستي. حراسة الأراضي المقدسة تحتفل برسامة 12 شماساً جديداً في القدس. حتى نلقاكم أعزائنا، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.